عايز اقول لك ان حصل مش خناقه، نرفزه ملعب ما بين زيزو وعواد. عواد دخل في جون في التقسيمه يعني، فزيزو يا عم ما مش عارف ايه، قال له يا عم ما انت بتضيع يعني، هو انا بس اللي بيدخل فيها جوان؟ وزي شدت ملعب كده، وبعد كده الموضوع خلص زي ما احنا بنلعب كوره وبنقعد يا عم باصي يا عم بقى مش عارف ايه. موضوع عادي جدا، موضوع بسيط ما فيهوش اي حاجه، ولم يتطرق للخناقه ولا المشكله. الموضوع كان يعني زي ما تقول ايه، شد بتاع كوره وخلص في التدريب، و يعني مفيش اي مشكله يعني. طب تعالوا نروح في مفاجاه في مدرب الزمالك الجديد. اولا قبل ما اتكلم على مدرب الزمالك الجديد، عاوز اقول لك ان الكابتن محمود فايز المدرب العام لمنتخب مصر السابق ومساعد هيكتور كوبر والمدرب العام اللي موجود دلوقتي في منتخب سوريا، الكابتن محمود فايز قال كلام حلو قوي. الكابتن محمود فايز اتكلم على اوسوريو اللي هو خوان كارلوس مدير الفني الجديد لنادي الزمالك، واتكلم عليه كلام حلو قوي. اولا قال ان كان اوسوريو هو محاضر اصلا دولي، وكان بيحاضر وبيدرس للكابتن محمود فايز في الشهاده اللي هي اللايسنس اللي خدها بتاعت اللي اسمها الفيفا برو دي، اللي هي الشهاده الكبيره يعني. فكان اللي بيحاضر واللي اداله الشهاده بال يعني زي ما تقول كده يعني ايه، يعني حظه وقع في اوسوريو. فهو طبعا عاشر الراجل ودرس تحت ايده يعني، وبيتكلم عليه كلام حلو قوي. قال تعجبت من قبول اوسوريو للمهمة بعد رفضه للعديد من العروض المغرية في الخليج. يعني كابتن محمود فايز بيقول لك ان الراجل جاله عروض قوية جدا في الخليج، ازاي يجي يدرب في مصر؟ ده رقم واحد. رقم اتنين قال ده مدرب كبير جدا وسيرة ذاتية محترمة، وواحد من افضل المدربين المصنفين في امريكا اللاتينية، وكان احد المحاضرين في رخصته التدريبية اللي هي البرو بالاتحاد الكولومبي، وهو اصلا خبير ومحاضر في الاتحاد الكولومبي والاتحاد الدولي. وقال اتمنى له التوفيق في مصر مع نادي الزمالك، ويعتبر نجاح اقناعه بالموافقة، يعني ان الزمالك اقنعه بالموافقة ان هو يجي، فده نجاح لإدارة نادي الزمالك. وبالفعل زي ما بننتقد إدارة نادي الزمالك وانتقاد المحب، عشان ما حدش يفهم غلط، زي ما بننتقد انتقاد المحب لإدارة الزمالك، بقول لإدارة الزمالك برافو على هذا المدرب الكبير، سي في محترم لمدرب كبير. وقال كمان المدرب بيعشق العمل وليه فلسفته الخاصة وشخصيته قوية جدا، ونجاحه أو عدم نجاحه يعتمد على عوامل كتيرة أهمها الاستقرار والهدوء. يعني لازم يتوفر له يا زمالك الاستقرار والهدوء. والكابتن محمود فايز شايف أنه أوسوريو هيكون نقلة مش للزمالك بس، ده للكورة المصرية. ده اللي قاله الكابتن محمود فايز، واتكلم على الراجل كلام محترم جدا. هو الراجل خلاص اعتقد هيوصل النهاردة الساعة 8 مساء اليوم، وهو دلوقتي في الجو متشعلق في الطيارة، هيوصل النهاردة الساعة 8. وامير مرتضى منصور ومدحت عبد الهادي جهزوا زي السي في لكل لعيب او ملف لكل لعيب، والملف ده هيكون جاهز للمدرب اول ما هيوصل. يعني مثلا زيزو عنده كام سنة، مركزه ايه، كان وضعه ايه السنة اللي فاتت في الدوري، مستوى عامل ايه حاليا، بدنيا وصل لايه، فنيا مش عارف كده، لعيب دولي ولا مش لعيب دولي، بينضم للمنتخب ولا ما بينضمش للمنتخب. فهيتعمل فايل لكل لعيب، وخلاص الكلام ده خلص الساعات اللي فاتت يعني. امير مرتضى ومدحت عبد الهادي عملوا شوط كويس قوي في الموضوع ده، وهيتم تقديم الملف للمدير الفني اول ما يوصل لمصر عشان خاطر يطلع على الموضوع ده. طيب بما اننا بقى بنتكلم على المدرب، عاوز اقول لك ان العقد بتاع المدرب في زي ما اشدنا بإدارة نادي الزمالك انها تعاقدت مع واحد من افضل المدربين في امريكا اللاتينية ومدرب مصنف في امريكا اللاتينية. عاوز اقول لك ان زي ما شكرنا ادارة الزمالك، عاوز اقول لكم بند غريب وعجيب محطوط في عقد المدرب، وبند يخليني اقلق على مستقبل نادي الزمالك مع هذا المدرب.
ايه هو البند ده؟ مكتوب في عقد المدرب ان يحق للمدرب الرحيل في اي وقت، يحق للمدرب الرحيل في اي وقت اذا طلبه المنتخب الكولومبي. يعني هنفترض المدرب موجود وعامل نجاحات مع الزمالك، ومثلا مثلا يعني انت طلعت نهائي افريقيا، ولا بتلعب ماتش حساس، ولا في بطولة مهمة، ومنتخب كولومبيا طلبه، المدرب ياخد شنطته ويمشي. عقد هو طبعا ده بناء على طلب المدرب، والمدرب هو اللي طلب كده، قال انا معاكم وزي الفل، بس لو جالي منتخب كولومبيا المنتخب الوطني همشي بدون يعني ما اقول سلام عليكم. وهو راجل حقه عايز يدرب منتخب كولومبيا، بس انا كنادي الزمالك عاوز حقي. يعني ما بقاش في نص الموسم ومنتخب كولومبيا يطلبك وتقول لي باي باي من شباك الطياره، ولا لحقت اجيب مدرب، ولا تعاقد مع مدرب، وتسيبني في نص البحر وتسيب نغرق. بقى انا بتكلم صح ولا غلط؟ يعني عندي ماتش الاهلي ديربي، وهوب مره واحده منتخب كولومبيا طقت في دماغه ومنتخب كولومبيا عاوزه، يسيبني قبل ماتش الاهلي ويمشي؟ ولا بلعب نهائي كاس، ولا بلعب يعني اربع خمس ماتشات مؤثرين في الدوري؟ ولا فبرضه معرفش مين متفق ومين مختلف معايا، ولكن ده بند مش حلو، بند دمه تقيل. يعني معرفش هل ده صح ولا غلط، هل ده كان شرط الراجل عشان يجي؟ ما احنا ممكن ان احنا نظلم اداره الزمالك ويكون الراجل اشترط البند ده عشان يجي، واداره الزمالك اضطرت توافق. الوقت ضيق ومفيش، والمعروض قليل من المدربين، السيفيهات الكبيره. فانا يعني اتمنى ان ما يجيلوش عرض من منتخب كولومبيا اذا افاد الزمالك، واذا كان سيصنع الفارق مع نادي الزمالك. انا سعدت جدا بيكم، وانتم امبارح على اليوتيوب شفتوا امبارح على عينك يا تاجر ايه اللي حصل معايا. اللايف قطع بسبب طبعا البشوات والريبورتات اللي عليا وعلى الصفحه برضو على الفيسبوك. فكل اللي انا طالبه من حضراتكم، لو انت بتتابعني باستمرار والمحتوى عاجبك، لايك وشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لو انت على اليوتيوب، ولو انت على الفيسبوك اكيد مش هتنسى اللايك وتشير للفيديو والاعجاب والمتابعه للبيج. اذا كان هناك جديد سوف النهارده ان شاء الله نطلع لايف ان شاء الله بالليل، يعني ندردش مع بعض، نتكلم في لو في اخبار جديده. سعدت جدا بيكم، سيبكم بقى تجهزوا الفطار ان شاء الله صوما مقبولا وافطارا شهيا، وشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم. مع الف سلامه.